أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع منطقة الأعمال المركزية جزء من أيقونات العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال تصريحات له أضاف مدبولي أن العاصمة الإدارية تحتوي على مشروعات متميزة وستخدم الأجيال القادمة. هذا المشروع بالذات هو جزء من هيبقى جزء من ايقونات العاصمه الاداريه الجديده، لان الحمد لله العاصمه الاداريه فيها العديد من المشروعات الشديده التميز اللي احنا بنبنيها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بنبنيها للاجيال المستقبليه كلها. وان شاء الله الحمد لله مع حجم الانجاز لنا كلنا ان نتخيل ان المنطقه العاصمه دي كلها من اقل من 7 سنوات كانت مجرد صحراء ملهاش قيمة خالص، ويعني الدولة المصرية بناء على الرؤية لمضاعفة المعمور المصري اخترنا هذا الموقع اللي كان تم برضو اختياره بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين، وبدأنا عملية البناء. أهم شيء سرعة الإنجاز ومستوى الإنجاز اللي بيحصل وكل الشغل اللي بيحصل ده، زي ما بقول لحضراتكم أعتقد مئات الآلاف من فرص العمل اللي اتخلقت في الدولة المصرية من خلال هذا المشروع، مشروع العاصمة الإدارية.